أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده مسارات التنمية من نمو على مختلف الأصعدة والتي يعمل الجميع كل من موقعه من أجل تحقيق أهداف هذه المسارات للوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين. ولفت سموه إلى أن الإنجازات تتوالى بعزيمة راسخة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل نهضة الوطن ورفعته بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقال سموه: إننا نضع أمامنا دوما مصلحة الوطن العليا، وكل ما يعود بالخير والنفع على المواطن عند وضع الخطط والمبادرات والاستراتيجيات، ونحرص على تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية التي ينعكس أثرها إيجابا على المواطنين وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يوم أمس، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين إلى مجلس عبد الله بن حمد النعيمي ومجلس عادل العالي ومجلس سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب المجالس والحضور بمناسبة حلول شهر رمضان، ونوه بما لهذا الشهر الفضيل من روحانية تتجلى فيه القيم الإسلامية السمحاء، مؤكدا أن هذا الشهر يعد فرصة سانحة لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة من خلال غرسها في الأبناء وترسيخها بين كافة أفراد المجتمع، مشيرا سموه إلى أن المجالس الرمضانية دور محوري في تعزيز هذه القيم عبر تبادل الزيارات وطرح المواضيع التي تسهم في تحقيق ذلك. أشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج اقتصادية إيجابية من خلال العمل على تعزيز كافة مساعي التنمية عبر التنفيذ المتقن لما جاء في برنامج الحكومة 2023-2026 من أهداف وأولويات وسياسات ومبادرات لصالح المواطنين، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع الاستثمارية لتحقيق مزيد من الإنجاز في مسيرة البناء والتنمية، لافتا سموه للأهمية التي يحققها التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في نجاح العديد من المشاريع التي يعود أثرها بالخير على الوطن والمواطن، ومشددا على أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين بما يدعم عملهما التكاملي. من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصه الدائم للالتقاء بكافة مكونات المجتمع البحريني من خلال المجالس الرمضانية وفي غيرها من المناسبات، منوهين بما يطرحه سموه من رؤى وتوجهات طموحة والتي تحرص على الدوام لجعل المواطن محورا أساسيا في مختلف استراتيجيات وخطط التنمية، داعين الله العلي القدير أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مملكة البحرين الخير والنماء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.